بونجورك يا كبير. اهلا 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 اهلا، كيفك اليوم؟ منيح. قولي لي، عرفتي تنعسي ولا الناموس يعملها معاكي؟ لا ما تخاف، عملت حسابي. ليك قل لي، انت هيك معود طوعك اليوم تضرب نار؟ امال لما يكون بالي رايق اضرب لي قد 600 700 عيار قداح على خيار الريق. دخيلها ضمتك انا. طب ليك في جريب؟ فيكي طبعا، بس انا خايف عليكي، اصلا ثقيله قوي. لا ما تخاف علي، ولا انت بخله؟ احنا بخله، ده احنا اهل كرم كله، بس يعني انا خايف تعوري حد كده ولا كده، ولا تعوري فداكي يا زلبي. اف لك شو تقيله؟ ما قلت لك. شوف، تذكري لمؤاخذه الدبسه في كتفك كده هيك هيك، وتاخدي نفس عميق هيك هيك، وتحطي سن طرف نملة الدبانة تحت أسفل منتصف الهدف. عنك أنت يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا حبيبتي علمك أنا، ما يعلم الحرمة اللي حرمة زيها. هاتي. بوجور، حط السلاح كده يا زلبيه، وبعدين تنشني بعينيك الحلوين دول وتضرب بصباعك الطريده هيك هيك يا اختي. يوه انا زهقت من الاكل ده. ايه ده، على فكره انا تعبت جدا عشان اعرف يور فيفر. انا باكل من الاكل ده كل يوم، انما انا هنا جايه الصعيد، فنفسي اكل الاكل بتاعكو، يعني شويه فول، جبنه، فطير مشلتت. هات الفطير المشلتت يا بنت. على فكرة الأكل الصعيدي كله دسم وفاتس وبيجيب جناب. وفيها إيه؟ مش هما بياكلوا منه؟ هات الفول المدمس. أنا هروح آكل معاهم. بلاش بلاش، هيحرجك وهيطردك يبقى شكلك وحش. وأنت مالك يا فزاع الجحش؟ بتخلي الناس على راحتها يا أخي. يا دي الهم، هو أنا عتبت نواحيهم واصل؟ أستأذن أنا. طب بليز بسرعة، يعني نقنق إيه؟ بقولك يا كبير، ممكن أفطر معاكو؟ ده أنت تأنسي وتنوري. فضام. ايه ده؟ مفتجي. شو هاي؟ مين ديش عندينا؟ وده يبقى المين مش. تاني واحدة، تاني واحدة. توقدي. هم. كتير حار. يعني زينة ولا عفشة؟ يعني كتير سبايسي. يعني زينة ولا عفشة؟ طيب منيحة. بالسم الهاري. تعطيني بعد خبر؟ ليه؟ اتفضل يا حبيبتي. مرسي. اي هو يا هدي، هو يا هدي، في حاجة دخلت جواني. اسم الله عليكي، انفخلي فيها انفخلي فيها. اسم الله عليكي، اجيب حكيم. حكيم يهدي، اوعك ده. تعالي يا حبيبتي انفخالي كاني. عم اهلك بس. على مهلك بنت تلبسينها عينيها. ليه قاعد لوحدك؟ قلقت وانا نايم، قلت اطلع البلكونة اضرب لي حجريه. طب بدك فلو اتركك قاعد لحالك؟ قصدي يعني امشي واسيبك قاعد لوحدك؟ تمشي تمشي، ده انا ابعت اجيب عسل وبسبوسه وكنافه وزلبي. دخيلك مش قادر، ده انا من ساعه ما جيت وعماله اكل واشرب لحد ما حسيت ان انا تخنت. تخنتي؟ تخنتي ايه؟ ده انت زي لهطة القشطة، ولسه كمان لما تدخلي اكتر واكتر. ليك يا كبير، ما قلت لي شو بتشتغل؟ عندي طين وبرعية. شو هاي؟ عندي طين. مش هتفهميها انت. طين دي يعني ارض، عم بزرع ارض واقلع فيها وتاجر في المحصول. ما دوم. طب ليك خبرني. حكيني شوي عن حالك، هيك شو بتعمل بالويك اند؟ شو كيف بتحب تقضي وقت فراغك؟ يعني ما فيش حاجة محددة يعني. بتلعب رياضة؟
لا الرياضه دي كانت زمان يعني، واحنا صغيرين كنا بنغرقوا كلاب في الترعه وبالليل نصيدوا عقارب، ولما كبرت شوي بقيت بلعب كونغ فو. طب ليك تسمع موسيقى؟ وفي حد يعني ما يسمعش مزيكا؟ ده غذاء الروح. ده خير روحك. انا ليك لمين بتحب تسمع؟ بسمع الست والاستاذ محمد رشدي ومايكل جاكسون لحد شريط دينجرس، والجداد دلوك الاستاذ عباس حموده ومحمد ابو لمونه وعلي جرموني وجاستن تمبرليك. طب وانا ما بتسمع لي؟ كيف يعني؟ ده انا طبعك ده واحبك ده، ومن الاخر ما فيش اطعم منك ده. الغناوه دي اثرت فيا خالص. كيف يعني اثرت فيك؟ يعني عملت في نفسيتي شرخ، وشرخ عميق. شرخ؟ انه ما فهمت يعني حبيتها ولا ما حبيتها؟ حبيتها قوي. عن جد انا انبسطت اني شفتك يا كبير. شفتيني انا؟ واحنا انبسطنا قوي 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 انك شرفتينا وشفناكي لايف. ميرسي. يا كبير هذا من الملذات، لازم نقوم دلوك. طب في اشرب من ارجيلتك؟ يا ريتني ارجيلي. عامل لك فسحه جامده جدي، هنتفرج على كل الايجيبشن بيتس، الحمامير، الفرخات، البطاط، كل الايجيبشن بيتس. يا صباح القشطه. يا صباح العسل يا كبير. اللي هذا الحنطور تبعك؟ ايوه، بس ممكن يبقى بتاعنا احنا التانيين، ما تدي تاخدي لفه. عن جد عم تحكي؟ ايه ما ينفعش ما ينفعش، احنا عندنا حاجات هنعملها النهارده، هركبك اللي انت عايزاه يلا. لا ينفع فيها ايه؟ يلا ما بتاخر عليكم، باي. بونجور. بونجور. لايف از لايف لي 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 بردك لايف لي لي. امشي يا نمشي. على فكره بقى هم ثلاث دقايق. علشان احنا مع قلة أدب. لا ريلي ريلي قلة أدب. كل ده بياخدوا لفة؟ ليه بيلفوا إيه؟
طيب بيلفوا ايه؟ معلش خلاص بقى، انا مال انا جوني. جوني زي ما بيقولوا هنا، الغايب حجته معاه. ده كلام فاضي، انت بتقول اي كلام. يعني ايه؟ يعني زي مصير الحي يتلاقى، ما اكيد هيتلاقوا. ايه اللي بتقوله ده؟ جوني انا قصدي يعني نستنى شويه. استنى استنى، انا خلاص رجلي خلاص. لا وانا مش قادر اصدق، انا جوني بيكهام العرب اللي اي بنت في الكون تتمنى تقول لي كلمتين وانا اللي بنفض وما بديش فيس اساسا، يتنفض لي؟ ما صح، انا يتنفض لي؟ ما ينفعش. بس يعني انا جوه، نستنى شويه جوه. ما شفتوش الكبير يا جماعه؟ ما شفناهوش، شفناه من 7 ساعات بره، خدني كل على الكاريت لفه ومن ساعتها اختفوا لحالهم. لا كان معاهم حصان ابيض. واضح انهم ارتاحوا لبعض قوي. رح لما تنفخهم علشان احنا مع بعضينا والاول. يا حلاوتكم، ما لسه بدري يا كبير، داير تتصرمح لي انت والسنيورة لنصاص الليالي. لمي نفسك يا هدية، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ايوه نسيت نفسي. ما هو لما تاجي العيوقة دي وتلف عليك عشان تخطفك مني يبقى لازم انسى نفسي. جرايه هدية في ايه؟ ما تهدي شوية، اقفلي خشمي. بقولك ايه؟ بس ما عاوزش كنت الحديد جزر وقطم هدعش. الكوبوي دي هتبقى مرتي.